السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة علم الزراعة مع حلقة جديدة وهي متابعة لمحصول القمح. ده طبعا زي ما انتم شايفين القمح قدامكم بعد 35 يوم بالضبط من الزراعة. ده حجم القمح، لم يتم ريه أو تسميده أو أي شيء، زي ما احنا شايفين قدامكم. القمح طبعا يترك فترة طويلة دون ري حتى يتم تماسك الجذور في الأرض، وبعد 35 يوم يتم رشه إذا كانت في حشائش أو أي شيء، وبعدها يتم تسميده ثم ريه على طول. فإن شاء الله يتم رش محصول القمح بالمبيدات. فأحب أعرفكم بحاجة للرش، زي ما احنا شايفين دي هي اللي هنجيب المبيد عشان نرش، دي اسمها السبوس أو الزمير، تشبه ما نبات القمح، دي بتأثر في المحصول. فتابعونا في الخطوات اللي جاي. احنا شايفين ده كيس اسمه كولومبس 50، 15% مسحوق قبل البلع. ده مبيد للحشائش اللي هو للزمير بس. ده بيوجد فيه 5 أكياس الكيس ده. ده السعر بتاعه في مصر ب50 جنيه. دي بتوجه الحشائش الموجودة زي الخرتيت والقصبة في القمح. دي بترش اسمها برومينال، دي بترش فدان، السعر بتاعها 175 جنيه مصري. فطبعا بترش 10 ملوات، الملوى ب20 لتر. نغسلهم على بعض. وده طبعا اسمه تراكسوس، ده لنبات الزمير، لرش حشيش الزمير وحشيش اسمه الفار. ده المبيد كويس برضو، سعرها ب100 جنيه بالظبط، الجنيه المصري. بيتم فيها 5 ملوات، زي ما احنا عارفين ان الملوى بتوقع 20 لتر، وبيتم المعايرة بالغطايا دي. معيار الرش ملء الغطايا دي ووضعها في 20 لتر. فهو ده المبيدات ان شاء الله اللي احنا هنرشها، وهنوريكم دلوقتي الرش ازاي، وهنتابعكم ان شاء الله بعد ما هيتم موت الحشائش والقصب. هي خطوة الرش القمح اللي بعدها ان شاء الله من 5 إلى 7 أيام هيبتدي ان شاء الله ري القمح. فتابعونا.